السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم باستفاضة شوية عن فوائد وأضرار اللبان الذكر أو الكندر بكل سهولة. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. ناس كتير جدا بتبقى عارفة إن اللبان الذكر هو مجرد لبان أو علكة بنمضغه كده وبس، ولكن منقوع نفسه ليه فوائد كتيرة جدا جدا. سبق وانا نزلت منقوع اللبان الذكر، وده كان فايدته غير طبيعية جدا للبشرة. ليه؟ لان هو بيخلصك من التجاعيد والخطوط البيضاء، من الشحوب بتاع البشرة، بيوحد اللون، بيديها الكولاجين اللي ناقص، يعني حاجة كده بنسميه وهم اسمه اللبان الذكر. طب انا عشان استخدمه للبشرة عملت ايه؟ عملت معلقة صغيرة نقعتها في كوباية مية ورد او مية مغلية عادي جدا 12 ساعة. وبما اننا في الصيف، انا بنقحها في التلاجة، ما بنقحهاش برا التلاجة طبعا عشان الحر. بعد 12 ساعة بنفكها وبنقلبها، بتطلع بلونين، لا اما بتطلع بيضة قوي، لا اما بتطلع بيضة بسن ذهبي. تقدر تستخدمها كل يوم بالليل، مثلا بتمشي عليها اسبوع اتنين وتوقفها اسبوع وهكذا. تقدري كمان ان انت تستخدمي معلقه منه بتضيفها الى الحلبه، اليانسون، الكرويه، بيعمل لك على تطهير الجهاز الهضمي من الجراثيم ومن البكتيريا. كمان اللبان الذكر لو انت خدتيه ومضغتيه بتقدري بكل سهوله تتخلصي من رائحه الفم الكريهه. بيكون عندك يعمل لك مسكن للاسنان، بيعالج التهابات اللثه. لو انت خدت المنقوع بتاعه وغسلت بيه فروه الراس، بيمنع التساقط وبيقوي كمان البصيلة، غير انه قادر كمان على التخلص من المغص، بيهدئ تقلصات العضلات، كمان بيعالج الاسهال حتى الاسهال المزمن، مهدئ كويس جدا جدا للانتفاخ، بيخلصك من عسر الهضم، بيقلل من التهاب المفاصل. كل ده لما انت بتضيفيه معلقة من منقوعه للمشروب المفضل ليكي. ممكن لو انت قادرة تتقبليها كده تشربي بس المنقوع بتاعه معلقة منه. لو انت قادرة تتقبلي ده اعملي ده. اضراره ايه؟ مش حابة للحامل والمرضع، لان لسه الدراسات ما اثبتتش قوي ايه هي الفوائد او لو في اثار جانبية. الا بقى لو انت استشرت الطبيب، عادي جدا جدا. الاضرار كمان ممنوع الافراط فيه. اي حاجة في الدنيا زي ما يكون لها فوائد لها اضرار برضو، كمان ما تفرطيش فيه. حبيت ان انا ما اطولش عليكم النهارده، الفيديو يكون بسيط وسهل عشان نكون ملتزمين بالموعد بتاعنا. منتظرين ان شاء الله بفيديوهات تانية كتير. تابعيني الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.